السلام عليكم أصدقائي، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد معي أنا فايز حبو. اليوم بدنا نحكي عن القيم والمبادئ والثقافة النرويجية. مثل ما كل شعب أو قومية بالعالم فيه إلها مبادئ معينة وثقافة معينة، كمان الشعب النرويجي فيه عنده مبادئ وثقافة. واحدة من أهم هاي المبادئ واللي هي الحرية، والحرية نقصد فيها الحرية الفكرية، حرية المعتقد، الحرية السياسية، كل أنواع الحرية. ولكن كل أنواع الحرية هاي اللي ذكرناها هي مقيدة بالدستور وبالقانون. يعني الحرية الفرد بأي شكل من أشكاله تنتهي عن القانون. إذا القانون مثلا بيقول على سبيل المثال ما بيحق للفرد يعبر عن رأيه ويقول مثلا أنه أنا بكره الأشخاص أصحاب البشرة السوداء، هذا ما يعتبر حرية، هذا يعتبر عنصرية. مبدأ ثاني من مبادئ الشعب النرويجي والثقافة النرويجية هو العدالة والمساواة. طبعا نفرض نقصد بهالحكي هو العدالة الاجتماعية والعدالة السياسية والمساواة بين جميع أفراد المجتمع بغض النظر عن لون بشرتهم، عن انتمائهم السياسي، عن انتمائهم الفكري، عن معتقدهم. وكل هذا الحكي، كل أفراد المجتمع متساويين وكل أفراد المجتمع لهم نفس الفرص ونفس الإمكانيات. وطبعا ما بننسى كمان المساواة بين المرأة والرجل، كمان من حيث حق التعليم، حق التصويت بالبرلمان، حق اتخاذ مواقع حساسة. كمان مثل ما لاحظتوا الحكومة النرويجية أغلبها يعني أو أغلب موجودين بالحكومة النرويجية هن نساء مو رجال. فكمان كل هاي الشغلات تندرج تحت المساواة والعدالة الاجتماعية. بعد هيك بيجي عنا العمل التطوعي، واللي هو كمان شيء بيتميز فيه الشعب النرويجي، واللي هو إنه الواحد يعمل أي شيء بيقدر عليه من دون ما يأخذ مقابل مادي. ممكن مثلا يكون لم الورق والأوساخ الموجودة بالحدائق العامة، ممكن يكون إعادة تأهيل مكان عام مثلا مدرسة أو حديقة، هيك نوع من الأنشطة أو العمل التطوعي هو مبدأ كمان من مبادئ الشعب النرويجي اللي حقيقة بيشتهروا فيه النرويج. بعد هيك بيجي عنا بقى أمور تتعلق بالثقافة النرويجية أو كيف الشعب النرويجي عايش، أو الشغلات اللي مهمة للشعب النرويجي، واللي هي مثل عنا يوم الاستقلال اللي هو 17 أيار، أو بيقولوا يوم الدستور كمان، هو هذا اليوم اللي استقلت فيه النرويج وكتبت فيه الدستور تبعها. في عنا كمان عيد الفصح، عيد الميلاد. طبعا في لسه كمان كتير شغلات لها علاقة بالأكل، باللبس، طريقة الكلام، كل شيء بيتعلق بالحياة اليومية خلينا نسميه. في شغلات بتميز فيها الشعب النرويجي عن غيره أو الثقافة النرويجية عن غيره. ولكن طبعا ما فينا احنا نحكي عن كل شيء بفيديو واحد، أو على الأقل خلينا نقول بفيديو واحد ما فينا نحكي عن كل شيء. ولكن هي المبادئ اللي ذكرتها والشغلات اللي ذكرتها هي الشغلات الأكثر أهمية أو الأساسية، فلهيك لازم الواحد يطلع عليها إذا كان الواحد عايش بالنرويج أو عم يفكر رجع النرويج. وطبعا في نقطة كتير مهمة وملاحظة كتير مهمة، بغض النظر عن إن كانت هاي الأمور أو هاي المبادئ أو هاي الثقافة الموجودة بالنرويج إيجابية أو سلبية، منيحة أو مو منيحة، مو من حقك أنت كشخص لا تنتمي لهذا البلد بأنك تنتقدها مثلا أو تحاول أنك تغيرها. أنت كشخص موجود بهذا البلد، غريب عن هذا البلد، مفروض أنك تحترم هاي القصص وتظهر هذا الاحترام، أنك ما تنتقدها أو أنك ما تحترمها. فهذا الشيء كتير ضروري يعني ننتبه له. طيب ممكن هلأ حدا يسأل، طيب كيف نحن بدنا أو شو المقصود بأنه لازم نحترمها أو نظهر احترامنا لهي القصص؟ مثال على ذلك، يعني مثال صغير، أنه مثلا بالأعياد أو بالعيد الوطني مثلا ممكن الواحد يهني الناس اللي بيشوفهم بهذا العيد، يقول لهم كل عام وأنتم بخير،
لو هو مثلا هو بالنسبة لك هو مجرد يوم عطلة، ممكن يكون لأنه هو يوم عطلة يعني ما بيعلينك أكثر من هيك، ولكن كتير كتير حلو منك إذا أنت لما شفت الناس هنيتهم بهذا اليوم أو بالأعياد الثانية كعيد الفصح أو عيد الميلاد، هيك بيكون أنت عم تظهر احترامك لهي العادات أو لهي المبادئ. هيك بيكون فيديو اليوم خلاص، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي المعلومات، وإذا في حدا عنده شيء تاني أنا ما حكيته بهذا الفيديو يا ريت يحط لنا إياه بالتعليقات، أو إذا في عندكم استفسارات تانية كمان بخصوص هذا الموضوع كمان يا ريت تحطوا لي إياه بالتعليقات. أشوفكم إن شاء الله بالفيديوهات الجاية.